انطلاقا من دور الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مقرها الاسكندريه وفرعها في الشارقه، بنقوم بدورنا في توعيه الشباب تجاه القطاع البحري والفرص اللي موجوده في القطاع البحري. دوله الامارات دوله غنيه بالصناعه البحريه، فيها فوق ال 20,000 شركه بتعمل بشكل مباشر او غير مباشر في خدمه القطاع البحري، وده بيحتاج الكوادر الوطنيه الكتير المؤهله والمدربه. طبعا الاكاديميه باعتبار ان هي جامعه تابعه لجامعه الدول العربيه، فتحنا الفرع الجديد بمكرمه من الشيخ سلطان القاسمي. الفرع بدا في اكتوبر 2019 وفي كليه النقل البحري والتكنولوجيا بقسميها، قسم التكنولوجيا النقل البحري وتكنولوجيا الهندسه البحريه، اللي بيأهل الخريج انه يكون ضابط بحري ثم قبطان عالي البحار او مهندس بحري يعمل في السفن البحريه او في اداره المواني واداره شركات الملاحه والمؤسسات المختلفه اللي بتعمل في قطاع النقل البحري في الدوله.